رح نتابع محطاتنا وشيف حسين صار ناطرنا باخر محطه لإله ورشه ملح. رمضان كريم من جديد لكل المشاهدين، هيدا الفروج المحمر صار جاهز عنا لنشيله ونحطه حد هالجزرات الحلوين هالطبق الشهي، لكن الدجاج المبهر المحمر صار جاهز عنا، سكبنا الفروج. طبعا هيدي المرقة اللي طالعة منه مثل ما خبرتكم فينا نعملها بالصلصة، البهارات اللي تبلنا فيها مشاهدينا للدجاج هي ذاتها، برجع بحطها مع المرقة مع الزبدة مع الطحين ناخد نكهة رائعة. طيب صار عنا لكن مشاهدينا وصفتين جاهزين عنا، أول طبق وثاني طبق، هيدي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. أوكي نجي طبعا بدنا نبلش نحضر بوصفة الحلو، بس هون في عنا سؤال بيتعلق او حدا سألني كيف منحضر الكريمة. طبعا الكريمة برجع بذكر كل المشاهدين انه نحنا بدنا كريم فريش نباتي، في عنا نوعين من الكريم فريش، في كريم فريش نباتي وفي كريم فريش حيواني. هلا رح استعمل انا الكريم فريش نباتي لحتى ينخفق معنا، لكن مشاهدينا ضفنا كريم فريش نباتي ونخفقهم. اوكي بلشنا لكن مشاهدينا بوصفة الحلو، طبق الحلو الشهي كرات، طبعا عم نحكي على كرات الكيك. مثل ما عم بتشوفوا الكريمة رح ضيف انا للكريمة عندي زبيب، بالاضافة طبعا للكيك اللي حضرناه، برجع بذكركم 300 جرام من السكر، 275 جرام من الطحين، 25 جرام من الكاكاو، رشة فانيل، برش حامض، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. رح ضيف الزبيب للكريمة، رح ضيف ايضا من الفستق الحلبي او اللوز، رح ضيف كمان مشاهدينا من الشوفان، وايضا ضفنا لكان شوفان، ضفنا فستق حلبي او لوز، وضفنا كمان مشاهدينا من الزبيب. هذا رح اقطعه الكيك، رح نقطعه بهالشكل مع خليط الكريمة، بدنا نعجنه مع الكريمة ونرجع نعمله بشكل بول مثل ما عم تشوفوا كيف عم بقطعه انا. طبعا هون اذا بدكم فيكم تحطوا معهم كمان من العصير، ما عندكم اي مشكلة. اوكي اخذنا الكمية اللي بدنا اياها، رح نحضرهم بشكل بول ونسكب هالطبق. نحط ايضا رشة من القرفة. هلا صار الوقت لاخذ الخليط واشتغل فيه، طبعا الكيك مع الكريمة مع الزبيب مع اللوز مع الفستق الحلبي مع الشوفان، انتو اللي بدكم اياه فيكم تضيفوا لهالطبق. هلا هيدي طريقة من الطرق، ولكن في عنا كمان مشاهدينا طريقة تانية نحن منجيب الكيك، او خليني خبركم اذا ضل عنا، كان في عنا عيد ميلاد او بيرثداي او شيء، ضل عنا كيك ونشف الكيك ما منكبه، منشيله الخليط الكيك كله سوا منجيبه ومنعجنه مثل ما عجنتهم انا هلا مع الكريمة وباقي المكونات. طبعا فيكم انتو اذا كان ناشف بتحطولن من عصير البرتقال او عصير الاناناس، تاخدوا نكهة كتير طيبة. اوكي رح اجي لنعملهم بشكل بول،
بهالشكل. لكن مشاهدينا رح بلش فيه هون بهالشكل، بنحطهم. عندي الشوكولا البيضة جاهزة كمان مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نعملهم. هلا انا مش رح لحق احطهم بالبراد لحتى تجمد الشوكولا على الوجه، رح نسكبهم. فرجيكم كيف رح نحط الكرز على وجهن وكيف باي طريقه فينا نسكبهم. فيكم تسكبهم بالطريقه اللي بدكم اياها، طبعا صحن طويل، او فيكم تجيبوا كمان من ورق الزبده تحطوا، او تحطوا كل وحده بورقه زبده، ما عندكم اي مشكله. بهالشكل اوكي. طيب عملنا كم حبه، خلينا نجي نشوف شو صار في عنا. الصينيه بعدها بالفرن، رح نشيلها، صارت جاهزه عنا. هلا انا شو فيني اعمل هون، فيني اجيب كمان اذا بدي رخيها، بضيف لها قليل من الزبدة لحتى رخيها. طبعا مشاهديننا بنرخيها مع الزبدة. هلو، وين السمكات؟ وين السمكات؟ وين السمكات اليوم؟ مش القربعة بتعمل سمكات؟ صح، بس وين بنعمل سينما لماجد؟ ولا؟ شو مشكلتك انت وماجد بالسينما؟ هو مريض، ما بعرف يا عمي، ما انا مريضة سينما وهو مريض ضد السينما، ما بعرف. لا ما بعرف، كيف بدنا نعالجه؟ نعمل له سمك؟ ما له حق. شو بدنا نعمل؟ نعمل سمك، بنعالجه بالسمك. ليكي هون هيدي البابيستري كثير شكلها طيب. صح. اوكي هيجي هون. واحد اثنين وهيدا الثالث. اوكي. ورح نجي نجيب الرابع. والله برافو، عامل كرز اليوم، ما اشبك شيء. شايفة؟ صاير تعرف بتعرف تعمل تطبخ كرز؟ لا. حاطط الكرز للزينة. شفتك كان بتقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، وقلت أنا قلت أنا الرابع هون في كرز. هيدا الشوكولا أنا فكري خلص خليه على جنب، ما ضروري تستعمله. ما هيك؟ هيدا باخده معي أنا بعدين. خذيه. محل ما بدك. طيب، ليك هي صينية الكبة، رح نجي بيضا نزينها لصينية الكبة كمان بالنعناع، لأن بقلبها بحشوتها أو بعجينتها دخلها نعناع. إيه لاحظت مبين هون. أوكي. طيب. أوكي. هون رح جيب الزبدة أنا مع الشوكولا. رخينا شوي الشوكولا مع الزبدة. أوكي. بحطهم بهالشكل. أها. كمان هدول اليوم كرات الكيك مش هيك سميتها؟ صح بهالشكل، ما بدي اياها كثير رخوة. ايه اوكي. هو بالعاده لازم نقدر ننطر شوي عليها، ما هيك ولا لا؟ هيك سخنة؟ لا هيك سخنة، بس بدها تنحط بالبراد اكيد لتجمد. بس انا ليه عملتها رخوة؟ هلا بقول لك ليه. ليه عملتها سميكة؟ لا هيك اصلا احسن، هيك تكون سميكة، لانه في عنا شيء بده يجي يقعد بهالشكل. ايه. اوكي. اوكي. هول هن لكن كرات الجاتو او الكيك مع الشوكولا البيضة، فينا نعملها ايضا مشاهدينا بالشوكولا السوداء. لا بس احلى هيك شكلها بالشوكولا البيضة. صح. هول صار في عنا قدامنا كم وصفة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. هول أربع وصفات مثل ما وعدتكم. مشاهدينا ببداية الحلقة برجع بيدك كل المشاهدين، طبعا كيف بلشنا، خلينا نحكي على الباف بيستري بجبنة الموتزاريلا الطازة. باف بيستري، جبنا عجينة الباف بيستري من منتجات تونيس فود، طبعا جبناها جاهزة، رقيناها، جبنا من جبنة الموتزاريلا الطازة، وجبنا أيضا من الفليفلي الحمراء، وحطينا بندورة كمان طازة. هون خليني لك شغلة، فيني حط من البندورة المجففة محل البندورة الطازة، ما عندي اي مشكله. اوكي. حطيتهم مع بعض وطبقتهم، ومثل ما عم تشوفي عملهم بالشوكه، دهنتهم بالبيض والكريمه، وحطينا حبه البركه، فوتناهم على الفرن على حراره 180 لحتى استووا. اما بالنسبه للدجاج، حطينا بابريكا، بهارات
للتحمير، بهارات خاصة للتحمير بنشتريها من التعاونيات بالإضافة للبهار الأبيض. حطينا معها كمان مشاهدينا من الكاري، ومثل ما عم بتشوفوا في بقلبها من ورق الغار لحتى ما تزنخ، مع الثوم وزيت النباتي، كلهم خلطناهم مع بعض وفوتناهم على الفرن ايضا على حراره 200. اوكي. بالنسبه للكبه، عجينه الكبه الشهيه الطيبه، عجينه الكبه حطينا بالخلاط الكهربائي، حطينا بصل، حطينا نعنع، حطينا كمان من الحبق الاخضر وتايم اوت. وتايم اوت. ككل مشاهدينا حطينا حبق اخضر وحطينا مردكوش، وشو بيكون متواجد عندكم من خضار فيكم تحطوا معه مع برش الحامض، والحشوه دخلنا رمان ودبس الرمان. طبعا هلا من الاخر من الاخر من الاخر انت المعمول من امبارح عندنا معمول تعمل بغياب المعمول؟ على بكره في معمول. بقول انا انت بكره؟ لا مش بكره بس معلش بكره في معمول. طيب شكرا كثير شيف، نحن بنودع المشاهدين، بقيت نهار كثير حلو وبنشوفكم بكره. باي.